أي مرحبا، كيفك؟ اليوم نكمل عن الاتراجة من النرف. هلا بنفهم انه هذا اسمه العصب الخامس. اوكي، العصب الخامس. ليش اسمه العصب الخامس؟ لانه اذا جينا مثلا على الدماغ، اوكي، لو افترضنا انه هذا هو الدماغ، اوكي، وهذا جذع الدماغ اللي بيطلع منه. اوكي، جذع الدماغ بيطلع منه 12 عصب. اوكي، الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. الخامس هذا هو الاتراجة من ال. اوكي، السادس، السابع، السابع هذا هو الفيشل. اوكي، طيب هلا الترايجمينال ليش سميناه تراي؟ تراي يعني ثلاثي. اوكي، طب ليش سميناه ثلاثي ما دام هو العصب الخامس؟ بكل بساطة ترايجمينال يعني as simple as that، بيعطينا ثلاث، بكون ماشي زي هيك بأمان الله، انا الترايجمينال نيرف الكبير بيعطينا ثلاث افرع. اوكي، الفرع الاول لانه بروح على العيون، اوكي، بنسميه اوبثالميك. الفرع الثاني لانه بروح على المجزلة، بنسميه المجزلري. الفرع الثالث لانه بروح على الماندبل، بنسميه ماندبيولر. اوكي، هذول هم الثلاث افرع تاعونه. هلا نقطه مهمه بخصوص الترايجمينال، الترايجمينال فقط بنقل احاسيس، لا يوجد فياته اي فرع يعني بحس سنسوري، لا يوجد فياته اي فرع بحرك موتور، لا يوجد انه بغذي مع عضله، لا يوجد ولا اي برانش بغذي اي عضله. تمام، اوكي، لا يوجد اي برانش بغذي اي عضله. طيب هلا بالتالي هو سنسوري نيرف. اوكي، هو السنسوري نيرف اوف ذا فيس. اوكي، هو اهم سنسوري نيرف اوف ذا فيس اللي هو الاوبثالميك، هنا هون المجزلري، هون وهون المانديبولر. هلا شوفي هاي الاريا اوكي تمام، اللي هي بنسميها ايش؟ اوريكولر اريا. اوريكولر اريا نسبه للذان، الذان اوريكل، اوريكل اوكي يعني الذان اوريكل، ها اي يو R I C L E. اوكي، يوريك اوريكل، هاي اوريكل نسبة للذان معناها. فبالتالي هاي الاوريكولر اريا هي فعليا تعتبر from the skin of the face. اوكي، بس مش الترايجمينال اللي بغذيها. اجي بيجي اشي طلعي هون عنا، لو اجينا افترضنا انه هاي هي، هذا هو العمود الفقري. اوكي، هذا هو العمود الفقري، تحديدا العمود الفقري اللي عند الرقبة. اوكي، تحديدا العمود الفقري اللي عند الرقبة، يعني لو افترضنا انه هذا راس الانسان وهي الرقبة، وبعدين بيجي هنا الترنك او الجذع تاع الانسان، وهنا اليدين وهنا الجرين والى اخره. بيطلع من هاي العواميد الفقرية اللي هو في نخاع شوكي، بيطلع من النخاع الشوكي هنا بعض الاعصاب، بنسميها سيرفايكل نيرفز. سيرفايكل نيرفز بتتحد، بنسميها سيرفايكل بلكسس. بلكسس يعني زي عش من، يعني هو شكله فعليا بيكون زي العش، كيف النيرفز كلها داخله في بعض. هلا بيطلع من هذا البلكسس نيرف هيك صغير صغير صغير، ايش اسمه؟ اسمه جريت اوريكولر نيرف. جريت اوريكولر نيرف بيطلع من C2 وC3. شو معنى بيطلع من C2 ومن C3؟ يعني لو تيجي انت، اوكي، لو تيجي انت تتبعي اصله، هذا هو الجريتر اوريكولر نيرف، تتبعي اصله بتلاقيه بفوت على البلكسس. اوكي، بعدين برد يكمل، خلينا نرسمه بلون ازرق، برد يكمل بيجي برجع اصله على C2 وC3 اللي هم النخاع الشوكي الموجود عند العظم رقم 2 والعظم رقم 3 بالرقبه. سي جاي من سيرفايكل، جي جاي من سيرفايكل، هون راسه، هون مكمل C4 C5 اوكي لحديت ابصر C7 تقريبا، بعدين بننزل بالجذع تاع الانسان. اوكي، ايدين واجرين. طيب هلا شو اسم المنطقه اللي بغذيها الجريت اوريكولر نيرف؟ اسم المنطقه اللي هي اي منطقه بالضبط؟ اللي هي انجل اوف ذا ماندبل. شو هي انجل اوف ذا ماندبل؟ انا بدي اسالك، هاي الماندبل صح؟ هذا كله ماندبل، هاي الانجل تاعيته، هاي الانجل تاعيته اللي هي الزاوية تاعيته. اوكي، طيب والاضافة للبارتيد جلاند. اوكي، اند بارتيد جلاند، البارتيد جلاند اوكي فيها نيرف سبلاي، في لها نيرف سبلاي. هلا انا ما بحكي عن النيرف سبلاي تاع البارتيد جلاند، انا بحكي عن النيرف سبلاي السكن اللي فوق البارتيد جلاند، اللي هي تقريبا يعني خلينا عشان نرسمها ادق، اللي هي تقريبا هنا. اوكي، هذا الجزء اللي هو هنا، اوكي، مش كلها، هذا الجزء بيغذي عن طريق الجريت اوريكولر نيرف. اوكي، از سمبل از ذات، بكل بساطه وسهوله. اوكي، طيب معناته اذا الترايجمينال بيغذي الفيس كامل باستثناء جزء بسيط عند الانجل اوف ذا ماندبل والجريت والبارتيد جلاند، شيء بسميه جريت اوريكولر نيرف جاي من C2 C3. طيب هلا هو هاي مهمه انه ترايجمينال نيرف، هلا انساكي من الجريت اوريكولر نيرف، خلص احنا خلصنا منه، هو اللارجست كرينيال نيرف. تذكري النيرفز انا ال 12 حكيت لك، هذول بنسميهم كرينيال نيرفز. كرينيال لانهم بيطلعوا من الدماغ، جزء من الدماغ او من النخاع الشوكي، اغلبهم بيطلع من النخاع الشوكي. اوكي، كرينيال قلت لك معناته يا دماغ
يا نخاع شوكي، واحدة من التنتين. فبما انهم بيطلعوا من هذول التنين بنسميهم كرينيال. كرينيال ايش؟ كرينيال سلحفاة، لا كرينيال نيرفز. كرينيال نيرفز، طيب ممتاز، جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. طيب هلا بيجي بيحكي لك هذا، هذا المحروس اللي اسمه الترايجمينال نيرف سبلاي ايش؟ سبلاي ذا فيرست، ذا فيرست فارينجيال ارتش via its three divisions V1, V2, V3. هذا الحكي أنا بتذكر إنه شرحناه في أول محاضرة، اللي قلت لك لو أجينا على الجنين، لو أجينا على الجنين منلاقيه، طلعي منلاقيه زي هيك زي السمكة، منلاقيه زي السمكة، طلعي زي هيك زي هيك زي هيك، أوكي منلاقيه زي السمكة. هلأ قلنا إنه هون على الطرف الخارجي، أوكي على الطرف الخارجي خلينا نرسمه زي هيك، أوكي هاي صراحة أدق، أوكي وبيجي بتوصل بينهم زي هيك، اوكي بلا 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 ما علينا. المهم اللي برا، هذا اللي برا بسموه كليفت، اللي برا بسموه كليفت، واللي جوا بسموه ايش؟ بسموه باوتش، اوكي. واللي بالنص هذا اللي انا عم بلونه بالازرق المحروس، اوكي بسموه ارتش، اوكي. في عندنا فيرست سكند ثيرد لحد رقم 5، اوكي. طبعا هون بكون عينين الجنين، يعني هذول زي اطرافه للجنين بكونوا، اوكي اللي هم اللي حكيت لك عنهم. الارتش، الفيرست ارتش، اوكي اللي هو عفوا اللي هو هذا، اوكي اللي هو هذا اللي انا طلعي، هي هي فيرست ارتش اللي هو فيه، يعني هون فيرست ارتش وفي هون فيرست ارتش على الجهتين، اوكي. طيب الفيرست فارينجيال ارتش بنسميه از سبلايد، هلا بعطينا ايش؟ بعطينا 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 هذا تحديدا، بعطيناش عضلات، بعطينا ايش؟ بعطينا جلد، بعطينا كثير شغلات، اوكي. المهم الاشياء اللي بيطلع منها عن طريق ايش؟ عن طريق يتم السبلاي تاعها عن طريق V1 V2 V3 من الترايجمينال نيرف. طيب شو هم V1 و V3 و V2؟ اوكي هم بكل بساطه الاسماء الاخرى والاختصارات الاخرى للشغلات اللي بتطلع من الترايجمينال نيرف. حكينا احنا الترايجمينال نيرف نيرف قوي، اوكي بيطلع منه اوبثالميك، اوبثالميك في روايه اخرى وفي عالم اخر يسمى V1، اوكي يسمى V1. المجزلري في رواية أخرى يسمى V2، والمنديبولر في رواية أخرى يسمى V3، أوكي؟ طيب جميل جدا، لحد الآن الأمور بسيطة وسهلة، الأمور الآن بسيطة وسهلة. طيب هلأ إحنا إذا نشوفي طلع لنا هاي هي، هذا هو جذع الدماغ، أوكي هذا هو الترايجمينال نيرف، أوكي هذا هو الترايجمينال نيرف، تمام. هلا بيجي الترايجمينال نيرف بدخل في إشي اسمه ترايجمينال جانجليون، أوكي طبعا هذا غلط، هو كاتب لك انه هذا المكسيلري نيرف، المكسيلري نيرف حيو هذا المكسيلري نيرف، اوكي هذا المكسيلري نيرف، ولازم لازم يقدم لك اياها هون، اوكي فهي يعني بجزء مخربط الدكتور في السهم. المهم هذا هو كله الترايجمينال نيرف، هذا مش المكسيلري نيرف، لا هذا الترايجمينال نيرف، خلي بنحكى لكم عدلوها. هذا الترايجمينال اوكي جانجليون. شو معنى جانجليون؟ جانجليون يا دكتورة، جانجليون ببساطة هو مكان التقاء عصب بعصب. يعني شوفي لو أجينا افترضنا إنه هذا العصب هيك جاي 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 التقى بأخوه العصب، تذكر السينابتك كليفت، بس إيش هذا عصب بيكون كتير كبير، مش خلية عصبية، هذا عصب كتير كبير، هذا المكان بنسميه جانجليون، تمام. هلأ شو اللي بيلتقي بشو، شو اللي بيعطي شو، هذا غير مهم. أنا اللي بهمني إنه الترايجمينال بيجي بيكون زي انتفاخ هيك بنسميه ترايجمينال جانجليون، ترايجمينال جانجليون. طيب وما المطلوب يا أستاذ؟ المطلوب إنه تعرفي عند الترايجمينال جانجليون بعطي هذا الترايجمينال نيرف ثلاث شغلات. أول شغلة اللي هي V1 أوبثالميك نيرف، أوبثالميك نيرف. ثاني شغلة أوكي اسمها المكسيلري نيرف، ثالث شغلة اسمها المنديبولر نيرف. شوفي هلا هذول الثلاثة محصورين جوا السكال، محصورين جوا السكال، وذاير ام بين، هم بيتوجعوا لأنه هم محبوسين، هذول الثلاثة أعصاب بدهم يطلعوا، بدهم يتحرروا، كل واحد بده يروح على نصيبه، عرفتي علي؟ بيمشي 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 الأوبثالميك نيرف المحروس بيلاقي فتحة عنده، هاي الفتحة اللي هي هاي، طلعي طلعي هاي هون، كل هاي من هون لهون بنسميه سوبيريور، سوبيريور يعني فوقي. شوفي هذا جسم الإنسان، أوكي راسه فوق سوبيريور، جزءه اللي تحت بنسميه انفيريور، أوكي بنسميه انفيريور، أوكي. طيب سوبيريور بنسميه سوبيريور أوربيتال فيشر، سوبيريور أوربيتال نسبة للأوربت، هذا شايفي هذا كله، هذا كله اسمه أوربت اللي جواته العين، هذا كله أوربت، فبسموه هذا سوبيريور أوربيتال فيشر. طب ليش هذا اسمه سوبير؟ معناته في إشي اسمه إنفيريور أوربيتال فيشر، صح؟ في إشي اسمه إنفيريور أوربيتال فيشر، إذا بنشوفه مكتوب بالسلايدات بنحكي عنه، في إشي اسمه إنفيريور أوربيتال فيشر، تمام؟ هو تخشيش، هو تقريبا اللي هو هذا هون،
اوكي بعض المصادر تحكي لك هو مكان ثاني، بس احنا بعدين بنشرح عنه. سوبيريور اوربيتال فيشر ببساطه بيجي عن طريق الاوبثالميك نيرف، بدخل ها هيني دخلت انا السوبيريور اوربيتال فيشر. انا باجي بعطي لما يدخل هذا اوبثالميك نيرف بعطي ثلاث افرع، اوكي بعطي ثلاث افرع، اوكي فرع بيروح على قدام الراس، طلعي بكام جلسه هيك على قدام الراس، بنسميه من فرونت من قدام فرونتال برانش، اوكي فرونتال برانش. بدا انه احنا والله اجل الاوبثالميك نيرف طلع من السوبيريور اوربيتال فيشر وطلع على الفرونت اوف ذا فيس بنسميه فرونتال برانش، اوكي. بعدين عندنا بيجي هذا الاستاذ الدكتور الاوبثالميك نيرف بكمل بعطينا كمان برانش غير الفرونت، هذا البرانش بيروح على اللاكريمال، راكريمال اللي هي القنوات الدمعيه، بيروح على القنوات الدمعيه، اوكي القنوات الدمعيه الموجوده هنا، اوكي طيب بيروح على القنوات الدمعيه وبدخل فيها وبغذيها. لاكريمال معناته دمعي، فبالتالي هذا بنسميه لاكريمال نيرف، هذا لاكريمال نيرف. اذا عندنا فوق الفرونتال نيرف او برانش اوف ذا اوبثالميك نيرف، ثاني برانش اسمه اللاكريمال نيرف، الثالث وهو في الاوربت بيرد يعطينا كمان نيرف. شو بنسميه نيزو سيلياري نيرف. ليش؟ لانه بنزل زي هيك بروح على المنخار سيلياري. ليش؟ في هون وهو ماشي بغذي شيء اسمه سيليا، مش مهم السيليا هاي جزء من رمش من العيون، اوكي اللي هي هون تقريبا، مش مهم. انا اللي بيهمني تعرف انه اسمه نيزو سيلياري نيرف. هاي معناته قصتهم النيرفز مش سهلة، يعني بيجي المانديبولر او عفوا بيجي الترايجمينال بعطينا ثلاث افرع، بعطينا اوبثالميك من ضمن الثلاث افرع الاوبثالميك بعطينا ثلاث، اوكي زي كيف الحارات بتضلك تدخلي من حارة تطلع على ثلاث حارات، الحارة هاي بتطلع على ثلاث حارات بتتشعب، اوكي طيب هيك الاوبثالميك خلصنا بشكل بسيط، يعني لسه بدنا نيجي نفصل بكل نيرف شو بيعطي، اوكي طيب ولسه يعني انا للاسف بدي احرق عليكي، الفرونتال بعطي واللاكريمال ما بعطي، لكن النيزو سيلياري بعطي، فبدنا نيجي نفصل فيهم واحد واحد. طيب ماشي، يعني لسه بدنا ناخذ تفصيلات وتفريعات كل واحدة، اوكي بس راح نحاول نسهل عليك ان شاء الله. هلا المكزيلري نيرف بيجي هنا، وهلا بنيجي بنحكي عن فروعه، والمانديبولر نيرف بيجي هنا، وهلا برضه بنيجي بنحكي عن فروعه، بس خلينا ننزل شوي لتحت، هاي الصوره خليها شوي لبعدين، هلا بنرد نرجع لها. بس انا بدي اجي احكي عن المكزيلري نيرف وفروعه. شوفي المكزيلري نيرف اللي هو هذا، اوكي بمشي اوكي طيب بمشي عن طريق اللي هو هاي الفتحه، اوكي هاي الفتحه يقال في بعض المصادر انها انفرا اوربيتال فيشر، اللي هون في عندنا سوبر اوربيتال فيشر، هاي انفرا اوربيتال فيشر. بعض المصادر بيقول لك لا هاي هي الانفرا اوربيتال فيشر. الان هو الدكتور لا ذاكر لا هاي ولا هاي، فبالتالي انا بديش اياك تتذكري ولا تحفظ الموضوع هذا، اوكي بدي اياك تتذكري انه المكزيلري نيرف بفوت على الاوربت، اوكي وبعطي ثلاث شغلات، اوكي بعطي اول شيء اسمه الانفرا اوربيتال نيرف. شو هذا فكرته؟ الانفرا اوربيتال نيرف بيضلوا ماشي 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 زي هيك على الاوربت من تحت، على بلاط الاوربت، وبنزل من تحت اوكي بنزل من تحت زي هيك appear at the face through the إشي اسمه infraorbital foramen، أوكي infraorbital foramen. هلا بتسألي حالك طيب عفوا يعني شو فرق بين فيشر بين foramen؟ يعني عفوا مش الثنتين فتحات، بس الفوريمن بيضاوية شوي، الفيشر بتكون زي هيك طلع كيف هيك الفيشر، أوكي الفوريمن بتكون بيضاوية شوي. تمام طيب هلا يوجد معلومة كتير مهمة لازم نشرحها، أنا مش شايفها صراحة مكتوبة لكن أنا ما بستبعد إنها تيجي، أوكي؟ هلا لو أجينا على المكزيلري نيرف، تمام؟ هلا هون طلع المكزيلري نيرف المحروس، دخل من هون، هاي أنا لازم تحفظي شو هي، أوكي؟ هاي لازم تحفظي شو هي، أنا بالنسبة لي كتير مهم إن تحفظي شو هي، أوكي؟ هاي اسمها فورامن روتندم، اوكي طيب بيجي المانديبولر نيرف بغار من الاخ المانديبولر نيرف، بقول لك انا كمان مش لحاله، هو بمر من فورامن روتندم، انا بدي امر من فورامن ثانيه بس بدي اسميها فورامن اوفالي. طب بمر وين بيروحوا؟ بيطلعوا من الاسكال،
بيطلعوا بين السكن، اوكي، بيروحوا على إشي اسمه تمبورال فوسا. تمبورال فوسا شايفه هاي كلها، هاي كلها اسمها تمبورال فوسا. الاوبثالميك نيرف طلع راح على الاوربيتال، على الاوربت، راح على الاوربت. بينما هدول التنين طلعوا راحوا وين؟ راحوا على التمبورال فوسا. بكل بساطه راحوا على التمبورال فوسا. طيب اوكي 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 اوكي، ببساطه، تمام، ببساطه هذا راح على التمبورال فوسا وهذا كذلك راح على التمبورال فوسا، لكن طريقاتهم تختلف. هذا عن طريق فورامين اسمها فورامين روتندم، هذا عن طريق فورامين اسمها فورامين اوفالي. طيب نيجي برضو نرجع هنا، انا هي بعتقد من اصعب المحاضرات اللي يعني اللي شو اسمه اللي اخذناها لحد الان. اوكي طيب هلا بنيجي نرجع لعند المكسيلري نيرف. حكينا بيعطينا شيء اسمه انفرا اوربيتال نيرف، تمام. شو كمان بيعطينا؟ بيعطينا اشيين، اوكي، بيعطينا فرعين جميلين، لكن قبل ما يعطينا فرعين جميلين بيعطينا فرع واحد. اذا هو هذا هو الانفرا اوربيتال حبيبنا، اوكي، اللي عند دخل عن طريق الانفرا اوربيتال فوريمن. اوكي بعدين بيجي عندنا هذا الجميل اللي اسمه زايجوميتك نيرف. زايجوميتك نيرف، شوفي تتذكري احنا اخذنا في شيء اسمه زايجوميتك نيرف بمكان اخر. بدي اعطيك ثانيتين تحاولي تتذكري، 1 2. طيب زيجوميتك نيرف احنا اجينا حكينا الفيشل نيرف بعطينا 5 افرع، من ضمنهم الزيجوميتك برانش، من ضمنهم الزيجوميتك برانش، بعطينا بكال برانش، زيجوميتك برانش، عندنا تيمبورال برانش، اوكي، والى اخره. هلا من هذا لازم ما تخربطي بينهم. في عندنا اذا معناته في عندنا تو زيجوميتك نيرفز، في عندنا تو زيجوميتك نيرفز. شو الفرق بينهم؟ واحد سنسوري واحد موتور. اوكي طيب السنسوري هو الزايجوميتك نيرف اللي جاي من الماكسيلري نيرف، الموتور هو اللي جاي من الفيشل نيرف لما بالباروتيد جلاند. واحد بواد واحد بواد، اوكي، واحد بعالم والاخر بعالم، لكن علماء التشريح يعني ما بعرف ليش اجوا سموا واحد اسمه زايجوميتك والثاني قالوا خلنا نرجع نسميه زايجوميتك عشان نخربط الطلاب، يعني هم بيحبوا يخربطوكم. بس هم الاثنين والله لا يوجد اي قرابه واي صله بينهم، تمام، غير ان الاثنين نيرفز، غير هيك ما في، تمام، لا يوجد اي قرابه بينهم. هلا الزايجوميتك هذا نيرف بضله ماشي ماشي بقول بسم الله الرحمن الرحيم انا حابب انقسم، بيجي برد ينقسم، اوكي، بيجي برد ينقسم، تمام. طيب بيجي، تمام، واحد من القسمين بيطلع عن طريق هذا الاشي اللي احنا سميناه زايجوميتيكو تيمبورال فوريمن. زايجوميتيكو تيمبورال فوريمن، ليش سميناه زايجوميتيكو تيمبورال فوريمن؟ لانه بيجي هذا النيرف بيطلع زي هيك، اوكي، بيغذي الزايجوميتك بون وجزء من التيمبورال بون، بيغذي كاسكن، السكن اللي فوقه، اوكي، ما بيغذيش العضلات، فيش عضلات، كله سنسور اللي احنا بنحكي عنه. وفي عندنا القسم الثاني بقول لك لا يا عمي انا بديش اقلده، بدي اطلع من فورمن ثانيه اسمها زايجوميتيكو فيشل فوريمن، بيجي بيغذي الزايجوميتك فين زي اخوه بس بيغذي شوي من الفيس، اوكي، بيغذي شوي من الفيس، تمام. هذا هو بكل بساطه. طيب هلا بنيجي على تفاصيل كل نيرف، رح نيجي على تفاصيل كل نيرف تفاصيلها يعني، اوكي. طيب هلا تذكري هذا النيرف، هذا احنا حكينا ترايجمينال جانجليا، اعطانا المكسيلر اللي هو هذا الاوبثالميك، هذا كل واحد راح في حال سبيله، وضل المسكين المانديبولر اللي قرر ينزل من فورامين اوفالي، فورامين اوفالي اوفالي، رح يجي عليه سؤال، واحد بيطلع من روتندم واحد من اوفالي، كثير كانوا يركزوا الدكاتره عليه، مين اللي بيطلع من روتندم؟ المكسيلري، مين بيطلع من اوفالي؟ المانديبولر، مين بيطلع من الاوفالي؟ مانديبولر، مين بيطلع من الروتندم؟ مكسيلري. طيب ممتاز. هلا بيجي وهو نازل، هي طلع الحمد لله رب العالمين على سلامتك، طلعت من فورامين اوفالي واجيت زي هيك، اوكي. طيب اجى اعطانا برانش، هذا البرانش اجى زي هيك لف 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 بهالطريقه، اوكي، تمام، اوكي، شو سمينا؟ سمينا اوريكو تيمبورال، اوريكيولو تيمبورال نيرف. ليش؟ خلنا نحكي بمنطق، اوكي، هو وين راح؟ راح عند الذان، اوكي، راح حوالين الذان، فبنسميه اوريكيولا. طيب بعدين رد طلع على التيمبورال بون فسميناه تيمبورال، يا سلام، مش اختراع، فسميناه اوريكيولو تيمبورال نيرف، اوكي. طيب في كمان نيرف بيجي زي هيك، اوكي، اللي هو بنزل بنزل بنزل، اول ما يعطينا بنزل رقم 2 هيك، بنسميه البكال نيرف. ليش؟ لانه انا بدي اسالك ليش سميناه بكال نيرف؟ لانه راح البكال، بكال مصل، بس هل غذاها؟ لا، هو غذى السكن اللي حواليها. بتذكري هي ثاني خربطة، هي ثاني نيرف نفس الاسم، في كان احنا عندنا بكال نيرف، بكال نيرف، اوكي،
اللي هو برانش من الفيشل نيرف، ومعناته هاي كمان في بكل نيرف من المانديبولار نيرف. المانديبولار والترايجيمينال عموما غار من الفيشل. قال لك انت كيف عندك زايجوماتيك وبكل وانا ما عندي، انا بدي يكون عندي زايجوماتيك وبكل. اجى اعطى الزايجوماتيك الاولاني لمين؟ اعطاه للمكزيلري، اوكي. واجى اعطى البكل الثاني اجى اعطاه لمين؟ للمانديبولار، اوكي. فالمانديبولار رضى، هو المانديبولار رضى المكزيلري ورضى ذاته بانه ما يخلي الفيشل يكون احسن منه، اوكي. ما تخربط بيناتهم. والله رح يجي عليهم سؤال، يعني انا متاكد، لان الدكاتره بكيفوا على الشغلات اللي بتخلي الطلاب تخربط. بكيفوا بكيفوا هم، يعني هوسهم في الحياه الشغلات اللي بتخلي الطالب يخربط. طيب اوكي، طيب هذول هم. هلا هون بيجي يشرح لك عن النيرفز، انه كل واحد يصور لك اياه شكله. طيب هلا انا ما بهمني، خلينا نرد نرجع نحكي عن النيرفز. هلا شوف، لما نيجي احنا فهمنا النيرفز عموما، يعني بشكل عام، تمام، بشكل عام كل نيرف شو بعطي. هلا نيجي على كل نيرف ونشوف هل هو بعطي شغلات زيادة اللي حكينا عنهم غير الأوبثالميك. يعني نيجي على أفرع الأوبثالميك نحكي عنهم، أوكي. نيجي على أفرع المكزيلري نحكي عنهم، نيجي نحكي على أفرع المانديبولار نحكي عنهم واحد واحد، أوكي. وهاي الصورة، هاي الصورة صديقتنا الجميلة، أوكي، صديقتنا الجميلة، تمام. هاي الصورة بتورجيكي الأفرع إيش بتغذي، تمام. راح تيجي تقرأ إنه والله الأوبثالميك في عندنا سوبر اوربيتال، سوبر تروكيولر، انفرا تروكيولر، اكسترنال نيزل، لاكريما. انت تحكي ولا بعرف منهم واحد غير اللاكريما. ممتاز، ما دام احنا ما بنعرف منهم ولا واحد، معناته ايش؟ معناته اكيد 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 واحده من الثلاث افرع تاعين الاوبثالميك اللي اعطانا اياهم. تتذكري شو هم؟ يلا نحاول نتذكرهم. اول شيء حكينا واحد بيطلع على الفيس، اوكي، وحكينا واحد بيجي هنا عند النيز على النارس او على النوز يعني الانف، وبيجي واحد على اللاكريمال الجلاند. حكينا في عندنا واحد لاكريمال، ايه الحمد لله هي اللاكريمال وجدنا. في عندنا واحد فرونتال، اوكي، فرونتال دورنا عليه ما لقيناه، ضائع، اننا لا نستطيع ايجاده. بعدين عندنا النيزل اللي هو سميناه نيزو سيليري. طيب معناته انا بقدر استنتج بكل بساطه من هاي الصوره الحلوه انه النيزو سيليري والفرونتال اتفرقوا، تفرقوا وتقسموا الى هذولا هذولا النيرفز. خلنا نيجي نحل لغز هاي الصورة مبدئيا، اوكي. طيب اجى الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم وبلش عليك، اجى قال لك فرونتال نيرف. احنا اتفقنا انه الاوبثالميك نيرف هيو بيعطينا، بيدخل من السوبيريور اوربيتال فيشر. مهم تحفظي سوبيريور اوربيتال فيشر، احفظي لك ثلاث سوبيريور اوربيتال فيشر، فورامن روتندم، فورامن اوفالي. سوبيريور اوربيتال فيشر طالع منه الاوبثالميك نيرف، فورامن اوفالي طالع منه المكزيلري نيرف، فورامن روتندم طالع منه، عفوا، فورامين اوفالي طالع منه المانديبولار نيرف، وفورامين روتندم طالع منه المكزيلار نيرف. بيجي عندنا الفرونتال نيرف بيمشي 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 بيمشي، بعطينا تو نيرفز، بعطينا تو نيرفز، اوكي. شوفي هلا في هنا، في هنا، هاي هاي شايفتها، هاي هاي تروكليا، هاي اسمها تروكليا. شو معنى تروكليا؟ تروكليا معناها بكره، بكره. كيف يعني بكره؟ يعني إشي بلف على إشي. عضلات العين هنا بتقعد تلف هنا وتلعب هنا، تمام، تلعب زي كانها بتلف على إشي، على بكره، اوكي. هاي هاي البكره اجوا استفادوا منها علماء الاناتومي ولقوا نيرف فوقيها، لقوا نيرف فوقيها، قلنا له بما انه هذا فوقيها والله لنسميه سوبرا سوبرا تروكيولر نيرف. اجوا تتبعوا هذا النيرف الحلو، لقوه طالع من الفرونتال نيرف اللي طالع من الاوبثالميك نيرف. لقوه طالع من وين؟ لقوه طالع من الفرونتال نيرف اللي هو طالع من الاوبثالميك نيرف، فسموه سوبرا تروكيولر نيرف. اجوا درسوا، قالوا له طب هذا وين، وين هذا، شو بيغذي؟ قالوا له ببساطة it supplies the skin. السكن هذا إشي ما جبناه من عنده. أنا حكيت لك هاي المحاضرة كلها راح تكون عن sensory innervation، لأنه الترايجيمينال نيرف والله العظيم لا يعطي، لا يعطي موتور innervation. يعني أنا بحلف لك بالله بس راح أكذب. هلا supplies the skin on the medial part of the upper eyelid. شو معنى الحكي هذا؟ يعني شايفة، شايفة الايلد أو الجفن، الجفن في هون جفن إحنا مو شايفينه صح، لأنه عظم هذا، بس هو فعليا جفن. هاي أنا موجود عندي جفن، أنت موجود عندك جفن، خلنا بالله نرد نرجع بلكي لقينا صور من صور الجفن. من أنا كنت حاطهم، من أنا كنت حاطهم، أعتقد إنه هنا، نعم، اللي هو هذا الجفن، هذا هو الجفن، اوكي، هذا هو الجفن الجميل، اوكي. طيب نرد نرجع، نرد نرجع، بقول لك شايف الميديال بارت تاعه، يعني الجزء الميديال، يعني لو افترضنا رجعنا هنا، اوكي، هذا ممكن نقسمه لقسمين، الجفن هذا الحلو، هذا المكان، اوكي، كله قسم ميديال اللي هو اقرب لخط الوسط، وقسم لاترال اقرب ل ابعد للخط الوسط، يعني بعيد عنه. الجزء الميديال هذا هو اللي بغذي سوبرا تروكيولر، هذا هو اللي بغذي سوبرا تروكيولر، اوكي. طيب هذا اللي بدي اياكي انا تطلعي، بغذي المكان الميديال بارت اوف ذا ابر ايليد، هذا المهم، اوكي. طيب
نساكم الباقي، أوكي؟ لأنه هاي المحاضرة زخمة ومحتاجة إيش الواحد يلخص التفاصيل عقد ما بقدر. طيب هلا عنا سوبرا أوربيتال نيرف. شو يعني سوبرا أوربيتال نيرف؟ هلا حكينا هذا اسمه أوربيت، هذا كله هذا النيرف أو اسمه سوبرا أوربيتال نيرف، طلع فوق الأوربيت، يعني طلع وتخلى عن الأوربيت، طلع فوق 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 فوق، أوكي؟ طلع فوق 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 فوق. فأجا هذا سموه، بما إنه والله أنا سميت هذا سوبرا تروكيولر وهو فوق التروكيولا، هذا فوق الأوربت بدي أسميه سوبرا أوربيتال. لا يوجد أي إبداع في التسمية حقيقة، هي أسماء منطقية جدا. supplies أوكي supplies the skin on the central part of the upper eyelid. أوكي طيب شو معنى الحكي هذا؟ شايفه هذا اسمه الأبر آيليد، كما ذكرنا ما يقارب 10 مرات، هذا اسمه الأبر آيليد. في عنا ميديال بارت اللي هو هذا اللي بغذيه سوبرا تروكيولر، في عنا الأبر بارت اللي بغذيه سوبرا إيش؟ سوبرا أوربيتال. هلأ الثنين بغذوا جزء من سكن أوف ذا فورهيد، هذا هو بكل بساطة، شايف اللي رسمته أنا هنا، هذا الجزء، يعني خلنا نرسمه كل واحد بلون، هذا الجزء الأزرق هو السوبرا تروكيولر، أوكي الميديال بارت وشوي من الفورسكن، والجزء هذا الأسود هو السوبرا أوربيتال. بكل بساطة انت هيك فهمتي شو بيغذي كل واحد، والثنين من وين جايين؟ الثنين جايين من الفرونتال نيرف اللي هو برانش من الأوبثالميك نيرف. اوكي طيب بيجي بيقول لك على اللاكريمال نيرف الله يرضى عنه سهل، ما تقسم لأشي تاني. شو بيروح بيجي اللاكريمال نيرف بيجي بقول لك انا يا عمي شفت هذولا كله مغذى الميديال والميدل بارت، انا خلني اغذي اللاترال بارت، اوكي معناته ال لاكريمال لاترال بارت اوف ذا ابر ايليد، اوكي ايليد بكل بساطه وبكل سهوله هذا هو اللي بيغذي اللاكريمال نيرف. اوكي طيب بنيجي على النيزوسيلياري نيرف. شوف النيزوسيلياري نيرف ما كان مبين كويس بالصور اللي فوق لانه كانت العين هيك ماخذه جزء ومغطي عليه، هسه احنا مسكنا العين وفقناها وشلناها، يعني الصوره هاي شالت العين. اجي بقول لك والله هذا ايش النيرف؟ هذا الاوبثالميك نيرف صح، اعطانا الفرونتال هنا، اعطانا اللاكريمال هنا، واعطانا النيزوسيلياري. بيجي النيزوسيلياري بيطلع 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 بعطينا برانش اوكي برانشين، برانش منهم بيكون تذكري هاي ايش؟ هاي كانت التروكيولا، البرانش هذا كان تحت التروكيولا فسميناه انفراتروكيولر نيرف اوكي سميناه انفراتروكيولر نيرف، يا عيني عليك. اذا بعطينا هذا البرانش اوكي اعطانا انفراتروكيولر نيرف، حقيقة الصورة هاي مخربطة شوي بس المهم اعطانا برانش سميناه انفراتروكيولر نيرف اللي هو هذا، شايفه هذا؟ هلا اجا هو بهاي الطريقه اعطانا هذا النيرف، طلعي كيف هو مش مبين دوم مبين، اعطانا هذا النيرف سميناه اكسترنال نيزل نيرف اوكي اكسترنال نيزل انفراتروكيولر نيرف. اوكي اجا الانفراتروكيولر نيرف بيساعد مين؟ بيساعد اخوه السوبراتروكيولر نيرف، بيساعد اخوه السوبراتروكيولر نيرف وبيعمل سبلاي لايش؟ بيعمل سبلاي للابر بارت، نفس الاشي نفس السوبراتروكيولر الابر بارت اوف ذا ميديال ابر ايليد، بس ما بيطلعش فوق، ما هو انفراتروكيولر ما راح يطلع فوق السوبراتروكيولر هنا، اوكي هنا بنزل هو على ايش؟ على التيب اوف ذا نوز اللي هي هاي الجوينينج بارت اوف ذا نوز، هاي التيب اوف ذا نوز ما بيجي هون، هو بيجي على الجوينينج بارت اوف ذا نوز، يعني بيجي هون ميديالي اوكي تحت زي هيك هون اوكي وهنا، وهذا الاسود هو السوبراتروكيولر هون بتقاطعوا في هاي المنطقه، شايف هاي المنطقه التنين بيغذوها اللي هي الميديال ابر بارت اوف ذا اي ليد اوف ذا اي ليد. طيب عند الجوينينج بارت ات ذا سايد اوف ذا نوز اللي هو الجزء، طلعي هذا هو الجزء الجوينينج بارت اوف ذا نوز اللي هو انا هذا شايفه هذا اللي هو مكان اللي بتلتقي العين بالانف. اوكي طيب هلا في عندنا اكسترنال نيزل نيرف شو بيغذي؟ بيغذي النوز. اكسترنال نيزل نيرف انت لما هلا تحكي منخارك بتلاقي شو اللي بيوصل لك اياه؟ الاكسترنال نيزل نيرف اللي هو برانش من ايش؟ برانش من النيزوسيلياري نيرف اللي هو جاي من الاوبثالميك نيرف. اوكي طيب فهذا هو الاكسترنال نيزل نيرف، ما بيغذي التبس، ما هاي التبس ما بيغذيها بس بيغذي الدورسم اوف ذا نوز. طيب
هيك هيك احنا ختمنا الاوبثالميك نيرف ومسترناه ومسترناه. خلينا نرجع على الصوره الاولانيه اللي فوق، اوكي، نشوف ماذا جرى بها وماذا سيجري ولما هذا الكلام يجري من الاساس، من اساسه، من اساسه. طيب هلا طلعي علينا، طلعي، بسم الله بسم الله بسم الله. خلينا اللون الاحمر، اجينا حكينا الاوبثالميك، اوكي، خلينا احنا نيجي نسهل علينا. اجى بيجي بعطينا، بيجي بعطينا فرونتال، صح، بيجي بعطينا فرونتال لاكريمال، اوكي لاكريمال، خلينا نرسم اللاكريمال عند اللاكريمال فرونتال، وبعطينا ايش الثالث؟ ها، نيزوسيلياري، نيزوسيلياري. شوفي الفرونتال بعطينا السوبر اوربيتال اللي بيجي هون، السوبر اوربيتال بالاضافه الى هذا المكان، اوكي، اللي هو الميديال ابر بارت اوف ذا ايليد، وعندنا سوبر تركيولر اللي بيجي برضه هون، سوبر تركيولر بالاضافه للميديال بارت، اوكي. هذول هم اللي بينعطوا عن طريق الفرونتال، مش 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 صناعه صواريخ. احنا بنحكي، احنا بنحكي قاعدين كل نيرف شو بعطي. ثاني نيرف اللي هو نيزوسيلياري، اوكي، بيعطينا انفرا تركيولر، اوكي، واكسترنال نيزل. انفرا تركيولر اللي هو بيعطي هذا المكان نفس الشيء، خلينا نغير اللون، بيعطي هذا المكان نفس سوبر تركيولر، بس ايش بعطينا؟ الادجوينينج بارت اوف ذا سكن. طيب بعدين النيزوسيلياري بيعطينا الاكسترنال نوزل، ابو الحكه، بيعطينا اللي هو هنا، اوكي، هذا هو الاكسترنال نيزل. طيب اللاكريمال، حكينا اللاكريمال بعطينا الجزء اللاترال اللي هو اللاكريمال، ضل هو نفسه اللاكريمال، بعطينا اللي هو الجزء اللاترال، خلينا نرسمه بالاسود، جزء اللاترال من الابر اي ليد وشوي من الفورسكن. هذا هو، هيك احنا مسترنا ما يدعى وما يسمى بالاوبثالميك نيرف. الاوبثالميك نيرف، اوبثالميك نيرف نيرف صعب حقيقه، لكنه مع الدراسه ان شاء الله اللي يصير سهل. طيب نيجي على اخوه الصغير او الكبير، بغض النظر شو نسميه، الاشي اللي اسمه انفرا اوربيتال نيرف. احنا اتفقنا، شو اتفقنا؟ خلينا نيجي هاي الصوره، نيجي هاي الصوره نرجع لها، اوكي، حكينا خلينا نشوف شو الاشي اللي بنعرفه شو الاشي اللي ما بنعرفه. ماكسيلري، الله يرضى عنه، الحمد لله عرفنا الزيجوماتيكو فيشل والزيجوماتيكو تيمبورال. هذا الزيجوماتيكو تيمبورال وهذا الزيجوماتيكو فيشل وانفرا اوربيتال. انفرا اوربيتال بنعرفه، بس احنا بنتذكر انه الزيجوماتيكو تيمبورال والزيجوماتيكو فيشل كانوا اصلا هم زيجوماتيك، اللي اكلت راسك انا وقلت لك لا تخربطي بينهم، لا تخربطي بينهم يا عمي، رجاء لا تخربطي بينهم، بالله عليك لا تخربطي بينهم، اوكي، حكيناهم انا 60 مره. خلينا نيجي على الماكسيلري نيرف. طيب 3 branches of the nerve pass to the skin. 3 branches of the nerve pass to the skin، يعني ثلاث أفرع من هذا النيرف اللي هم حكيناهم زيجوماتيكو فيشل، لكن أنا بختصرهم التنين بزيجوماتيك، أوكي، وزيجوماتيكو تيمبرال، والتاني إيش؟ والتاني اللي هو انفرا أوربيتال. هو بده يجي يحكي لك أول إشي عن الانفرا أوربيتال. شوفي هاي هون عندنا المكزيلري نيرف طلع من فورمن أوفال، من فورمن روتندم، فورمن روتندم، لازم تصححين لما أحكي فورمن أوفالي هو بيطلع من فورمن روتندم، صححيني، أوكي، صححيني، رجع عليه سؤال والله وحياتك. هسا خلينا نيجي نكمل، بيطلع هون على هاي التمبرال فصة ويعطينا هون هذا الاشي اللي اسمه انفرا اوربيتال نيرف، اوكي. طب ليش اسمه انفرا اوربيتال نيرف؟ لانه بيطلع من اشي اسمه انفرا اوربيتال فوريمن وبيغذي السكن اللي هون. طلعي it is a direct communication of maxillary nerve. شو معنى direct communication of maxillary nerve؟ يعني لو تتبعي، لو تيجي تتصيدي وتلحقي وراء لهذا النيرف اللي اسمه انفرا اوربيتال، بتلاقي ايش؟ بتلاقي انه متصل مباشره مع المكسيلري نيرف، بينما لو بدك تطلعي على الزيجوماتيكو فيشل بتلاقي انه متصل هو بالزيجوماتيك نيرف، فمش مباشره جاي على المكسيلري نيرف، اوكي. طيب بعدين بقول لك انترز ذا اوربت، الاوربت زي ما حكينا ثرو انفيرير اوربيتال فيشر، ايوه هذا هو اللي انا حكيت لك المصادر بتختلف فيه، وهي ذاكره الدكتور. شوفي اتفقنا انه الاوبثالميك بيطلع بفوت عن طريق السوبر اوربيتال، او صح، سوبيرير اوربيتال فيشر، عن طريق سوبيرير اوربيتال فيشر. هذا الفورمن، هذا بيطلع من الفورمن اوفالي، فورمن روتندم، اوكي، بدخل هون عن طريق التوبرال فصة، بعدين بفوت على الاوربت اللي هو هذا الاوربت عن طريق الانفرا اوربيتال فيشر. اذا في عندنا هون سوبر اوربيتال فيشر، هون في عندنا انفرا اوربيتال فيشر. الاوبثالميك دخل دايركتلي عن طريق السوبر اوربيتال فيشر او السوبيريور اوربيتال فيشر، هذا لا، هذا اضطر يدخل عن فورمن، عن طريق فورمن روتندم، بعدين دخل مر بالكنال هاي اللي انت مش مهم تعرف شو اسمها، انا حكيت لك تمبورال فصة بس مش مهم تعرف شو اسمها، بعدين دخل اللي هو عن طريق هذا اللي هو سموه انفرا اوربيتال انفيرير اوربيتال فيشر، اللي هو ممكن نعتبره اللي هو هون، اوكي. طيب او هذا المدخل، هذا اوكي، هذا المدخل. طيب هلا بقول لك اول ما يفوت الاوربت، بسم الله الرحمن الرحيم يا غافل الك الله، بينقسم، اوكي، it immediately divides into numerous small branches، اوكي، which radiates out from the foramen and supply the skin
and lower eyelid and cheek. شوفي حكينا اتفقنا انه المكزيلري نيرف بعطينا ايش؟ بعطينا تو مين برانشز، الزايجوماتيك والانفرا اوربيتال. الانفرا اوربيتال بضل مكمل كمل، اول ما يطلع من الانفرا اوربيتال فوريمن بنقسم لعده اقسام. هيو بقول لك اميديت على السريع غافل الى الله، بنقسم على السريع انتو نيومرس برانشز. انتبهي مش المكزيلري نيرف، لا هو الانفرا اوربيتال نيرف اللي هو جاي من المكزيلري نيرف، which radiates out from the foramen. radiates out من from radiation معناته هيك زي اشعه الشمس، فهو بيطلع من الفوريمن من هنا ببلش ايش؟ ببلش يتوسع ويتوزع بهالطريقه. اوكي طيب بيعمل سبلاي للسكن لللور ايليد، اوكي للتشيك، سكن اوف ذا نوز ات ابر ايليد، اللي هو خلينا نيجي نطلع هون على هاي الصوره. هاي عندنا الانفرا اوربيتال، تطلعي كل هاي المنطقه. انا بدي اياكي تحفظيها كمنطقه، اللور ايليد، التشيكس، اوكي الابر ليب، جزء من الابر ليب. فانت بتكون متذكر الصوره وبتتذكري زي الطلقه شو بيغذي. اوكي غير هيك بصير كثير صعب عليك. اوكي طيب نيجي على اللي بعده. هيك خلصنا الانفرا اوربيتال نيرف. الانفرا اوربيتال نيرف هو برانش من المكزيلا، المكزيلري نيرف بفوت عن طريق فورامن روتندم، بعدين بفوت بهاي الكنال التيمبورال فوسا، بعدين بدخل عن طريق الانفرا اوربيتال فيشر، بعدين بيعطينا الزايجوماتيك والانفرا اوربيتال نيرف. الانفرا اوربيتال نيرف بيمشي عن طريق الانفرا اوربيتال فوريمن ويصير عنده راديشن وبرانشينج اميديتلي اول ما يطلع من الانفرا اوربيتال فوريمن. طيب نيجي لاخونا الثاني اللي بخربطنا، اللي بحب يخربطنا. اخونا الثاني اسمه الزايجوماتيك نيرف، اوكي طيب الزايجوماتيك نيرف هو عباره عن نيرف راح ينقسم لقسمين، قسم اسمه زايجوماتيكو فيشل، قسم اسمه زايجوماتيكو تيمبورال. طيب بناء على ايش بنحدد؟ انا بقول لك بناء على ايش. خلينا نيجي نحكي عن الزايجوماتيكو تيمبورال نيرف. اوكي هلا هو زي ما حكينا بيطلع من الاوربت، اوكي بيطلع من الاوربت زي هيك عن طريق هاي شايفه هاي لانه فاتحه على الاوربت بالجهه الثانيه، صح؟ هاي الاوربت هاي فاتحه عليه، فهو بيطلع عن طريقها. وين بروح على التيمبورال بون، فسميناها زايجوماتيكو تيمبورال بون. اوكي انه بيقول لك برانش اوف ذا زايجوماتيك نيرف اللي هو المكزيلري، اللي هو برانش اصلا من المكزيلري نيرف، ايمرجز ان ذا تيمبورال فوسا ثرو ا سمول فورامين اون ذا بوستيريور سيرفيس اوف ذا زايجوماتيك بون. هاي هي الزايجوماتيك بون، هاي هي الزايجوماتيك بون. اوكي بدي اياك تحفظي انه هذا بوستيرير سيرفيس تاعها، بوستيرير يعني خلفي، يعني هذا كله بوستيرير هذا انتيرير. لو نيجي نفصل مثلا بنحكي انه والله هاي، يعني خلينا نعتبرها هذه هو النقطه تاعيتنا. اوكي هاي، اوكي هاي بوستيرير وهي ايش؟ هاي لاترال مش انتيرير، هي مش مبينه بس هي مبينه لاترال. اوكي لان لازم تطلع لي هاي انتيرير وهاي لاترال، هاي بوستيرير هاي لاترال هاي انتيرير. اوكي طيب فبالتالي اللي بيطلع من هاي البوستيرير فوريمن اللي هي شو بسموها زايجوماتيكو تيمبورال فوريمن، وبيطلع على التيمبورال بون. اوكي ذا بوستيرير سيرفيس زايجوماتيك بون ات سبلايز ذا سكن اوفر ذا تيمبل زايجوماتيكو تيمبورال فوريمن. اوكي بيطلع عن طريق زايجوماتيكو تيمبورال فوريمن. اوكي ممتاز. زايجوماتيكو فيشال نيرف لا بيطلع عن طريق لاترال فوريمن اللي هي بنسميها زايجوماتيكو فرونتال زايجوماتيكو فيشال فوريمن تمام. ليش؟ it supplies وين بيروح؟ على الخدود the prominence of the cheek، بيروح على الخدود. بيساعد مين؟ بيساعد الانفرا اوربيتال برانش اوف ذا ماكسيلاري نيرف. طيب ممتاز هذا هو. خلينا نرجع على الصوره نشوف الصوره الحلوه هاي. ايوه هاي طلعي هون، حتى هو مش مفصل لك بالضبط، يعني حاطهم زاقهم كلهم في بعض. زايجوماتيكو تيمبورال جاي على التيمبورال، اوكي تمام، وجاي على التشيكس شوي نفس الشيء، هذا جاي على التشيكس اوكي، وجاي على الفيشل. اوكي نعم الفيشل اللي هو الفيشل الوجهي، اوكي اللي هو هذا كله فيشل. اوكي طيب والانفرا اوربيتال ما تنسي اهم شيء انه هو اللور بارت اوف ذا ايليد، وكمان بيعمل للتشيكس. اوكي طيب انا اهم شيء اتذكر الرسمه صراحه، تفاصيل زي هيك هذا شو بيغذي وهذا شو بيغذي يعني مش كثير بركزوا عليها، ممكن يجي سؤال سؤالين للتميز يعني، بس انه اهم شيء تتذكر اللي انا بحكي لك اياه من وين بيطلعوا ومن بيدخلوا، هذا لهم الغالب الاسئله بتيجي منهم. طيب اوكي نيجي على المانديبولار نيرف. اوكي نيجي على المانديبولار نيرف. المانديبولار نيرف قصته يعني مشابهه ايضا لقصص اخواته الاوبثالميك والمكزيلري، يعني هو غير متميز للاسف مع انه حاول يتميز. بيجي عندك بيطلع من وين؟ بيطلع من الانفرا بيطلع من الفورامن. ايش شو اسمها الفورامن؟ فورامن اوفالي، هذاك فورامين روتندم اللي هو المكزيلري. انا بضل اعيد عده بجوز 70 مره عشان ايش؟ تحفظيهم لانه راح يجي عليهم سؤال زي ما انا بقول لك. يعني هذا بيطلع من الفورامين اوفالي. طيب
بيعطينا اول شيء، اول شيء بيعطينا الجريت او الاوريكيولو تيمبورال نيرف. اوريكو ما تخربطي بينه وبين الاوريكيو تيمبورال الجريت اوريكيولر نيرف. الجريت اوريكيولر نيرف هذاك برانش من السيرفايكال بلكسس، هذا اسمه اوريكيولو تيمبورال نيرف اللي هو برانش من المانديبولر نيرف. هلا بقول لك الاوريكيولو تيمبورال نيرف تمام اوكي طيب اسنس فروم ذا ابر، طلع شو بحكي لك، اسنس فروم ذا ابر بوردر اوف ذا بارتي جلاند بتوين ذا سوبرفيشال تيمبورال فيسلز اند ذا اوريكل. اوكي شوفي لو افترضنا طلعي هذا هو اوكي هذا هو الاوريكيولو، هذا الاخضر اوريكيولو تيمبورال جلاند تمام. اسنس فروم ذا ابر بوردر اوف ذا بارتيد جلاند، شو معنى الحكي هذا؟ اوكي شو معنى الحكي هذا؟ هذا المعنات انه هاي هي البروتيد جلاند، وهاي هذا اللي انا بدي ارسمه هلا بالازرق هو الابر بوردر تاعها، شايفه هذا يا الله هذا كله اللي هو الابر بوردر تاعها. اوكي طيب فهو اسنس عليها فوقيها اوكي فرمت ابو بتوين شغلتين، شو هم الشغلتين؟ شيء اسمه سوبرفيشال تيمبورال فيسلز اند ذا اوريكل. شوفي هنا 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 عندنا اوكي بتكون يعني ما يشابه الفيسلز اللي هي سوبرفيشال اوكي تيمبورال فيسلز، اسمهم سوبرفيشال تيمبورال فيسلز ليش؟ هم جايين على التيمبورال بون، وعندنا بيكون يعني هاي المنطقه تقريبا الاوريكل اللي هي جزء من الذان. اوكي يعني هي لو افترضنا احنا خلينا نرسمها زي هيك بطريقه ادق عشان نرسمها. اوكي اتفقنا احنا انه هنا الايش شو اسمه اللي هي البروتيد جلاند. اوكي فالابر بوردر خلينا نرسمه بالاحمر اوكي هنا، وعندنا هنا لو اجينا على الطرف اوكي بنلاقي الفيسلز هنا اوكي فيسلز، هاي بنسميها سوبرفيشال تيمبورال فيسلز، وهو هنا عندنا الذان. اذا خلينا نرسمها زي حرف الاي، فهو ما بينهم بيطلع على الابر بوردر تاع البروتيد جلاند ما بين السوبرفيشال تيمبورال فيسلز وما بين الاوريكل ما بين الذان تمام. as simple as that بكل بساطه. طب هو شو بعطي هذا؟ supplies the skin of the oracle، بيروح على الذان اوكي بيعمل لها supply external auditory meatus and the skin over the temporal region. من اسمه انت انا اسمه ما بدي اياك تحفظي شو بيغذي. من اسمه اوريكو معناته بيغذي الاوريكل، temporal معناته بيغذي temporal area the skin over the temporal area. بس بدي اياك تتذكري نقطة كتير مهمة اللي هي external auditory canal. شو يعني external auditory canal؟ شوفي انا بتذكر كان في عنا رسم الذان، ان شاء الله نلاقيها، رسمة الدان الحلوة. وين الذان هاي اوكي هاي شايفي هاي الذان، هاي هون احنا هون الذان، ذان اي انسان عادي بنفوت جوا محل الشمع والقرف ومحل ما الواحد بنظف الذنية، هاي هي بنسميها external auditory canal. هاي مين بيغذيها؟ اللي هو الاوريكيولو temporal nerve which is a branch of the mandibular nerve. بكل بساطة فقط هاي هي الموضوع اللي بتياك تتذكري، والباقي بتلاقيه من اسمه. نفس الاشي زي جومتيكو فيشال نيرف، زي جومتيكو تيمبورال نيرف، من وين بشو بيغذوا من اسمائهم بنعرف. طيب هذا البرانش اللي هو تقريبا اول ما ببلش معطينا اياه بغض النظر هو كيف مرتبهم. بعدين في عندنا برانش تاني سهل بسيط كتير بيجي اسمه البكل برانش اللي هو هذا طلع من هون بيجي بكل برانش بيجي على البكل مصل على السكن اللي حواليها وبغضيها. زي ما حكينا في عندنا بكل نيرف اللي هو فرع من الفيشل نيرف اللي هو ايش اللي هو بيحرك البكل مصل، بينما فوق البكل مصل في سكن صح، السكن هذا بده ايش بده نيرف سبلاي عشان نحس فياته اللي هو الجلد التشيكس بيعطينا اسمه البكل نيرف. اوكي سبلايز ذا سكن اوفر ذا استوبكسينيتر مصل تمام. هذا ممكن يجيب عليه سؤال انه البكل نيرف بده هيك تفركي، في بكل نيرف جاي من المانديبل الديبيلر نيرف، في زيجوماتيك نيرف جاي من الماكسيلري، وفي زيجوماتيك وفي بكل جايين من الفيشل تمام. هذول مهم كثير وكل واحد فانكشن تاعهم مهم، اللي جايين من الفيشل موتور اوكي، اللي جايين من المانديبل سنسوري، اللي جايين من المكزلا برضه سنسوري اوكي. طيب هلا بعدين بيجي عندنا شيء نيرف اسمه المنتال نيرف اوكي المنتال نيرف. هلا شو هذا بيجي؟ هذا طلع بيجي زي هيك بيجي بدخل من هاي بسموها
اوكي ما لها اسم واضح يعني في الطب، بس انا اصلا مش مكتوب يعني مش مكتوب، ما لها اسم واضح بالسلايدات ولا والليتشر والعلوم يعني والابحاث يعني مش مهم نعرف شو اسمها. اوكي المهم، المهم انه بدخل عن طريقها، بعدين بطلع من فورامين هاي اسمها منتل فوريمن، اسمها منتل فوريمن، منتل معناها ماندبل اوكي، بس ايش بس باللاتيني او شيء زي هيك اوكي، هو منتل بالانجليزي عقلي، بس هون بس هون هي مقصد هي الفتحه اللي بفتح عن طريقها جوا الماندبل اللي بيطلع عن طريقها المنتل نيرف اوكي. سبلايز ايش هو هون شو سبلاي سكن اوف ذا ايش اوف ذا لوور اوف ذا لوور ليب اند ذا تشين، التشين اللي هو ايش هذا التشين، خلينا نورجيك شوفوا التشين اللي هو هذا اوكي، هذا هو التشين، فهو بيجي زي هيك بيطلع من المانتل بصب السبلاي اللور ليب والتشين اوكي. هيك بنكون يعني انهينا احنا كل التراجمين النيرف. هلا بدنا نيجي نشوف شو الوضع تاعهم، الصور اللي حاطها بالسلايدات بعدين. هلا بقول لك المانديبولر نيرف سبلايز ذا سكن اوف ذا لور ليب ذا لور بارت اوف ذا فيس تمبورال ريجن ذا بارت اوف ذا اوريكل اوكي. ذا مانديبولر نيرف سبلايز ذا سكن اوف ذا لور ليب ذا لور بارت اوف ذا فيس and the temporal region and the part of the auricle. temporal region والauricle عن طريق هذا النيرف okay. اللور lip واللور part of the face عن طريق البكال نيرف والمنتال نيرف okay. تمام. هلا هون بيجي بحكي لك السوبرا تركيلر اللي هو شوف بدي اجي انا امسك نيرف وتحكي لي انت برانش من ايش. السوبرا تركيلر برانش من ايش؟ انا بتذكر انه كان برانش من الفرونتال اللي هو برانش من الاوبثالميك صح؟ طيب هذا سوبرا اوربيتال نفس الشيء برانش من الفرونتال اللي هو برانش من الاوبثالميك اوكي. طيب هذا انفراتروكيولر، هذا الانفراتروكيولر كان برانش من ايش؟ كان برانش من النيزو نيزو سيليري اللي هو برانش من ايش؟ من الاوبثالميك صح؟ طيب هذا الاكسترنال نيزل، الاكسترنال نيزل برانش من ايش؟ كان برانش من النيزو سيليري اللي هو برانش من الاوبثالميك صح؟ طيب انفرا اوربيتال برانش من ايش؟ برانش من المكسيلري صح؟ اللي هو برانش من الترايجيمينال اوكي؟ طيب طبعا هذا كله الفي الاوبثالميك ترايجيمينال جاي كله برضو، هذا جاي من التراي جميل بس انا الاختصار ايش ما كتبته. هذا البكل، البكل من وين جاي؟ بكل انا بتذكر جاي من المانديبولر، المانديبولر جاي من وين؟ من ايش من ايش من ايش من ايش التراي جميل اوكي. طيب المنتل برضو جاي من المانديبولر، طبعا هي تلاحظي وين كيف المنتل هون جاي هون مثلا، هذا وين جاي هذا البكل واضح وين عند الخدود، هذا الانفرا اوربيتال واضح برضو، هذا مثلا الاكسترا نيزل اوكي اكسترنال نيزل، هذا عندنا الانفرا تروكيولر، هذا عندنا السوبرا اوربيتال، هذا عندنا السوبرا تروكيولر. شوفي السوبرا اوربيتال والسوبرا تروكيولر كيف تفرق بينهم، السوبرا اوربيتال لاترال شوي يعني شايف اكس ام جي بخط بالنص هيك، سوبرا اوربيتال هون هذا السوبرا تروكيولر، هذا اللي هسه راح الونه بالازرق هذا هو السوبرا تروكيولر، جاي ليتل بيت مور ميديال ممكن يجيب لك عليه صور لاب اوكي. فمين مور ميديال؟ السوبرا تروكيولر، السوبرا اوربيتال بيكون شويه مور لاترال اوكي. حكينا البكال نيرف، سوبرا تروكيولر حكينا هو برانش من ايش؟ حكينا 60 مره صح، اللي هو عباره عن برانش من الفرونتال نيرف، اللي هو برانش من من الاوبثالميك، اللي هو برانش من التراي جيمينال. سوبرا اوربيتال نفس الشيء بس هاي بجيب لك عليهم زوايا تانية، طلعي هنا هو مركز على قصه انه السوبرا تروكيولر ميديال لا السوبرا اوربيتال. هذا ايش؟ هذا زيجوميتيكو تيمبورال صح. طيب هذا ايش؟ هذا اوريكو تيمبورال، اوريكولو تيمبورال اوكي، اللي هو جاي من المانديبولر. زيجوميتيكو، زيجوميتيكو تيمبورال وفيشل جايين من وين؟ من المكسيلري. طيب اوكي طيب هلا هذا بده شوي يجي يحكي لك عن شو اسمه greater occipital nerve or lesser occipital nerve ومن هذا الحكي اوكي. طيب الجريتر اوريكولر نيرف او الجريتر اوريكولر نيرف حكينا عنه صح، اللي هو برانش من سي 2 سي 3 اللي هو السيرفايكال بلكسس، اللي حكينا بيطلعوا شويه نيرفز اوكي، بيطلعوا شويه نيرفز من هون بتجمعوا، لو تيجي التبعيب تلاقي طلع من سي 2 سي 3 اوكي. مهم جدا تحفظ سي 2 سي 3 ممكن يجي عليه سؤال. جريتر اوريكولر نيرف جاي من بقول لك سي 1 سي 2 سي 2 سي 3 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6 سي 4 سي 5 بخربطك، فانت تحفظي سي ايش سي 2 سي 3 مهم احفظي سي 2 سي 3. طيب supplies the skin over the angle of the mandible تمام، اللي هو هذا طلعي هذا angle of the mandible parotid gland and the lower half of the auricle، حكينا عنه صح، حكينا انه هو السكن اللي حوالين البروتيد جلاند، حوالين حكينا برضو انه الانجل اوف ذا mandible وحكينا اللور هاف اوف ذا اوريكل اوكي. هلا الليسر اوكسيبيتال نيرف في عندنا شيء اسمه lesser occipital nerve وعندنا إشي اسمه greater occipital nerve أوكي. هلأ هدول أنا من رأيي بالرأي إنه خلينا نخليهم للمحاضرة اللي بعديها، شوف قديش إحنا خلصنا هلأ، أرتاح لي شوي ونرد نكمل.